لأن الاقتصاد مش بعافية يا مولانا، ولأنه الاقتصاد نشيط أو بينشط أو بيتم تنشيطه طول الوقت، فطول الوقت هتلاقي أنه رئيس الجمهورية ومعاه المؤسسات بيشتغلوا على إيه؟ على مسألة الدفع بالاقتصاد للأمام، فاخلق طول الوقت محفزات للناس أنها تشتغل وتستثمر. فهتلاقي مثلا على سبيل المثال حصل تعديلات على قانون الضرائب الخاص بالقيمة المضافة والدمغة إلى آخره. التوجيهات الرئيسية خفف الأعباء ونشط الصناعة. خلونا نرحب بضيفنا العزيز أستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب. زي الصحة، اهلا بيك يا فندم. منورنا. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. تخفيف الاعباء يبقى اكيد في اعفاءات. اكيد. كلمني بقى عن الاعفاءات في التعديل الجديد. طبعا بس في البدايه طبعا بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر اسره البرنامج، وبمس عن الساده المشاهدين والمستمعين، وبنخص بالذكر التحيه لشركاء الوطن. طبعا. الا وهم مستثمرين، سواء كمستثمر مقيم او غير مقيم. مستثمر مقيم طبعا اللي هو الشخص الطبيعي المصري او الشخص الاعتباري من المساهمين من المصريين او من الشركاء المتضامنين. وبالنسبه لغير مقيم يعد برضه شخص طبيعي او شخص اعتباري من خلال منشاه دائمه. بنقول طبعا زي ما حضرتك بتقول ان طبعا التوجيهات او التعديلات اللي حصلت دي نتجت عن توجيهات رئاسيه لمعالي وزير الماليه، وبالتالي تم عمل دراسه المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 الصادر في 8/9/2016. لأن طبعا حضرتك لما بتعمل تعديل أو في مشكلة لا تظهر إلا من خلال الناحية التنفيذية طبعا أو الناحية التطبيقية الممارسة. فالقانون زي ما حضرتك تعلم أنها مادة صماء، مادة تشريعية تحكي على موقف، ولكن في التنفيذ بيختلف هذا الموقف. وبالتالي التجارب بتقول أن الخبرة لا تأتي إلا من المواقف. كان هناك زي ما حضرتك أشرت التوجيهات بدراسة المشاكل، ما هل هناك ما يعوق الصناعة؟ هل هناك ما يكون هنا للمواطن حمل في التكاليف التي يتكبدها نتيجة علاجه أو نتيجة نفقاته على الناحية الغذائية أو ناحية الاستهلاكية؟ نعم هناك ذلك. كان هناك ضريبة تفرض على بعض السلع والخدمات، تم إعفاء هذه السلع والخدمات. زي بنقول إن إحنا عندنا الحبوب اللي هي الخاصة بالغذاء دي كلها معفية، منتجات الأرض الزراعية كافة معفاة، الإنتاج الحيواني معفاة، ودي كلها. طب إيه اللي المواضيع فيها إيه اللي بيزود التكلفة؟ المركزات والأعلاف. وبالتالي كان أول بعض التعديلات الواردة في أحكام هذا القانون إن يتم إعفاء الأعلاف والمركزات. طيب إيه تاني؟ قال والله ده النهاردة بعض السلع بيتم تعبئتها في عبوات ما تسمى باللفظ العام مستلزمات التعبئة والتغليف. بالتالي من الكرتون تم هناك كان هناك مادة تسمى مادة البيجاس بيتم استخدامها في صناعة الورق، وبالتالي تم إعفاء هذه المادة من ضريبة القيمة المضافة. بنتكلم على قطاع زي قطاع الأدوية، تم إعفاء المادة الخام وغير الخام في صناعة الأدوية. بالتالي دي بتعود بجانبين، جانب صناعي زي ما حضرتك أشرت في التقرير، وجانب اجتماعي بالنسبة لأهالينا من المجتمع المصري اللي يكون محتاج علاج، ومثلا زي السكر وزي والأمراض اللي هي هقلل المزمنة. التكلفة على المستثمر، وبالتالي هيبقى المنتج سعره أرخص، المستثمر مبسوط، والمستهلك هياخد المنتج بسعر اقل من اللي كان بياخد بيه، او على الاقل مش هيزيد عليه السعر. تمام. وبقدر من جانب ده بالنسبه ان انا بعمل بعد اجتماعي، هناك بعد مالي ايضا. بعد مالي ان انا عندما تنخفض التكلفه بقدر انافس بالسعر عالميا، بقدر ان انا اصدر، بقدر احصل على عمله صعبه، بالتالي بتقلل هنا بقلل عجز الواردات، بمعنى ان انا بيبقى عندي صادراتي تتقارب من الواردات. ده جزء مهم جدا، ويمكن احنا بنشتغل مع وزاره الصناعه والتجاره برئاسه معالي وزيره الماليه ان هي حطت اجراءات للنهوض بالصادرات لمصر الى ان تصل الى 100 مليار. ده ملف، دي توجيهات رئاسيه. بنعمل زي ما حضرتك اشرت في التقرير في البدايه ان احنا كل مؤسسات الدوله بتعمل تحت توجيهات رئاسيه
ورؤية استراتيجية لجمهورية مصر العربية أن تكون مستدامة في نهاية 2030 إن شاء الله. زي ما حضرتك أشرت في التقرير، لم يكن هناك التقارير الدولية تشير إن الاقتصاد المصري هناك تعافي، أو نعم هناك اقتصاد مصري حقق أعلى معدل نمو على القارة يتقارب من 5.5. الدول الأخرى تحت 4.5%، دي تقارير دولية، ولا أحد من التقارير الدولية تجامل، لأن زي ما حضرتك تعلم أن هناك جهات بتراقب السوق المصري في الداخل والخارج. حلو جدا. لما حصلت التعديلات على القانون، في رأي بقى هنا حضرتك يعني الأستاذ رجب نفسه كمستشار لرئيس المصلحة، أبرز التعديلات اللي بتراها دي الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا؟ أبرز يعني مثلا لما نيجي النهاردة، أن أنا بقول للمستثمر أن النهاردة عشان نتكلم، أنت في اتفاقية الجات، أنت مشترك في اتفاقية الجات، طب أنت علشان تخش اتفاقية الجات لابد أن يكون هناك منتج يعادل المنتج الخارجي طبعا عشان أعرف، وبالتالي حتى تستطيع أن تنافس بالجودة. فبالتالي أنا النهاردة لما بعلق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والوعدات المستوردة من الخارج، وفي حالة استخدامها في الإنتاج خلال 2 بيتم إعفاء الضريبة بالكامل، ده بالتالي ده حافز زي ما حضرتك أشرت في التقرير أنه يعد حافز صناعي، وفي نفس الوقت حافز استثماري طبعا، لأن بيساعد على أول حافز صناعي استثماري. إزاي؟ أن أنا بعمل توسع داخل المنشأة ذاتها. لو بشتغل بخط إنتاج واحد ممكن أقدر أجيب خط إنتاج تاني وأبدأ يكون عندي عدد الوحدات أعلى، بالتالي التكلفة بتقل، بالتالي أقدر أستطيع أن أنا تكلفتي تنافس في العالم الخارجي برضو. ده جزئية. طيب هتقول لي إيه تاني؟ لما أنا النهاردة عفيت السفن اللي تمر بقناة السويس من الضريبة، بالتالي ده برضو بتأدي إلى حركة البواخر العابرة بقناة طبعا السويس، بالتالي دي بتؤدي الى ارتفاع الصادرات والواردات، بالتالي برضو دي مهمه جدا بالنسبه لي. طيب ايه تاني؟ لما انت النهارده عملت المنطقه الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه التي انشات بالقانون 83 لسنه 2002، لما عملتها معامله المناطق الحره، بمعنى عفيت السلع والخدمات التي ترد الى هذه المنطقه، بالتالي هنا هتؤثر بالتوسع الاستثماري والتوسع الصناعي في تلك المنطقه. برضو جميل. دي برضو هتأدي إلى إيه؟ هتأدي إلى جزئين، جزء اجتماعي إن أنا هتشغل جزء طبعا من المخرجين، لأن عندنا سوق، يعني المخطط إن هناك تكون هناك سوق تستوعب فرص. مخطط تستوعب 800 ألف خريج من جميع الفئات من جميع الفئات، فبالتالي هنا لما كيف يتم استيعابهم؟ من خلال الاستثمارات. كيف يتم ذلك؟ من خلال تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين، بالتالي بالدولة بترد له جزء سواء كان في الضريبة أو في سواء في تخفيض سعر الضريبة أو في سواء دعم صادرات، إننا الدولة بتتنازل عن جزء من مواردها اللي هي موارد الخزانة العامة للدولة ويعاد إلى المستثمر مرة أخرى، فالمستثمر بيعيد استثماره هي لكي تدور عجلة الإنتاج. عندما تترك أموال للمستثمر هو ليس بتؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية، ولكن هي بتعود في جزء آخر من تقليل البطالة طبعا، بتؤدي إلى معدل نمو، بتؤدي إلى خلق فرص استثمارية وتوسع وانتشار للسلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية، بتؤدي إلى أن العرض من السلع والخدمات تكون أعلى والطلب منخفض، بالتالي بتنخفض السلعة، هيحصل لي وفرة من المنتجات والخدمات من ناحية للاستهلاك المحلي، ومن ناحية أخرى أن أنا بزود العائد التصديري بتاعي. طيب في ايضا يمكن حتى على خلفيه مناقشات اللي حصلت امبارح في مجلس النواب، وهي متعلقه بمساله الشهر العقاري والتسجيل اللي فيه، فاحنا وصلنا الى توافق على انه التسجيل هيحصل بصرف النظر عن سداد قيمه ضريبه التصرفات العقاريه من عدمها. دي حاجه بتاعت الضرايب احنا مالناش دعوه بيها كشهر عقاري، انا هسجل العقار. هو يعني ايه بقى ضريبه التصرفات العقاريه عشان الناس قاعده عماله بتسال عليها من امبارح؟ لا، هي ضريبه التصرفات ببساطه هي ضريبه بتفرض على انتقال الملكية من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي. ملكية إيه؟ ملكية عقار. شخص طبيعي بس ولا شخص اعتباري كمان؟ لا، شخص اعتباري. طبيعي فقط لغير. قصدي طبيعي بس. طبيعي فقط لغير. الذي يقوم ببيع عقار أو وحدة سكنية. شخص أو طبيعي من الوحدة السكنية. يعني أنا وإنت، مش شركة، مش مؤسسة، مش هيئة، دي الشخصية الطبيعية. ده بتقوم بالانتقال منه، ده بفرض ضريبة 2.5%. طيب حضرتك اشرت من القيمه البيعيه من القيمه البيعيه
طب يعني ايه المشروع اللي احنا تم النهارده الحمد لله بالموافقه عليه في لجنه الخطه الموازنه؟ هو مشروع بتاع باضافه فقره الى الماده 42 من قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنه 2005. بتقول ايه الماده؟ بتقول ان انا استثناء من الفقره الاولى في الماده 42 ان انا هتفرض ضريبه قطعيه على التصرف على العقود التي وقعت قبل 19/5/2013. ليه؟ اشمعنى التاريخ ده؟ لان هذا التاريخ كان قبل 19/5/2013 الضريبه لا تفرض الا عند التسجيل او الشهر. الا عند التسجيل او الشهر. طب انا النهارده زي حضرتك لم تذكر في مثل هذه الايام من العام السابق كان هناك تعديل لاحكام هذه الماده، وكان هناك صدور القانون الشهر العقار زي ما حضرتك اشرت، وحصل بعض التوجيهات في داخل السوق، فاصدر معالي رئيس الجمهوريه توجيهات رئاسيه بدراسه هذا الموقف. تم دراسه هذا الموقف من قبل وزاره العدل وقدمت هذا القانون. هذا القانون بيتضمن مادتين اثنين فقط لا غير، ان هو بيفرض ضريبه قطعيه على التصرفات اللي هي تمت قبل 19/5/2013. يعني ايه ضريبه قطعيه؟ مبلغ قطعي، ما بقاش ايه يعني الاول ما بقاش 2.5%؟ 2.5% ده يعني نسبي. ها طالما بتتكلم في نسبه مئويه يبقى بنسميه ايه؟ نسبي. حلو. انما لما اتكلم على مبلغ يبقى مبلغ قطعي، يبقى مبلغ قطعي رقم، على رقم، على تعامل. هيحتسب ازاي بقى؟ هيحتسب ازاي؟ بنقول له والله لو عقد البيع اللي انت بعته ده شخص طبيعي بعته الى الف باع لب، قيمه العقد ده اقل من 250,000، فانا ليا 1500 جنيه. طب لو قيمه العقد من 250,000 حتى 500,000 الضريبه 2500 جنيه. طب لو العقد من 500 لغايه اقل من مليون يبقى انا هاخد ضريبه قطعيه 3000 جنيه. لو العقد ايا كان قيمته فوق المليون جنيه باخد 4000 جنيه. ده على العقارات المباعة قبل شهر 5/2013، قبل 19/5/2013. ماشي. طيب هنقول الكلام ده ان زي ما حضرتك تعلم برضو دي من ضمن المزايا اللي جايه في القانون، احنا الضريبة كانت بتفرض بتسلسل الملكية. يعني لو قلنا زي ما نقول لو محمد باع لابراهيم وابراهيم باع لعلي، فانا باخد ضريبة من محمد وباخد من ابراهيم، ولو علي باع تاني باخد منه ضريبة. أوكي. إنما هذا النص أتى قال وهي تفرض على المتصرف الأخير. ليه على المتصرف الأخير؟ لأنه قلنا إن الواقعة المنشأة للضريبة التصرفات قبل 19/5/2013 هي الواقعة المنشأة للإشهار. صح. فبالتالي الأخير هو اللي هيشهر، والعقود اللي قبل كده مش مشهرة، لو كانت مشهرة يبقى تم تحصيل الضريبة بتاعتها. ويدفعها اللي قبض الفلوس. ويدفعها اللي قبض الفلوس، لأن يتحمل الضريبة البائع. الذي استفاد من البيع، أما المشتري هو لم يكن مستفيدا من البيع وبالتالي هو لا يتحمل الضريبة. طب إيه الجديد في القانون؟ بنقول الجديد في القانون، بنقول للممول روح اشهر، حتى زي ما فخامة رئيس الجمهورية قال أنا عايز لكل وحدة سكنية شهادة ميلاد. صح. شهادة ميلاد، شهادة ميلاد دي هتفيدنا، يعني احنا من هذا المنبر الإعلامي بنقول إن هي تفيده. أنت حضرتك لما تيجي تشتري شقة أو عقار، بدل ما هنقول ان الراجل زي ما احنا بنسمع في الجرائد وبنسمع في كل يوم والمشاكل اللي بتجيلنا ان البيع سوري، لكن عندما يتم تقديم شهادة ميلاد هنا اطمأن قلب المشتري ان البائع مستنداته صحيحة طبعا وامتلاكه للوحدة صحيح، واذا هيصبح نقل الملكية عن طريق الشهر العقاري عندما يكون هذا المستند هيكون ابسط من الايه في كافة الإجراءات. أما عندما لا يكون هناك ذلك فلا بد أن يقوم مأمور الشهر العقاري بتتبع الملكية والتسلسل السابق لكي يصل إلى. طيب سؤالي الأخير، أنا فهمت أن الضريبة قطعية قبل 19/5/2013. تمام. طيب بعد 19/5/2013 هتبقى ضريبة 2.5%. تمام. طيب أنا بقى كمصلحة ضرائب أنا عندي داتا بيز، قاعدة بيانات لما قبل 19/5 عمليات بيعية أو البيوع، ولما بعد 19/5 حتى هذه اللحظة على الأقل أو لحين صدور حتى صدور القانون أو تعديلاته؟ إحنا بنقول 19/5 من بعد 19/5/2013 لما جه القانون 11 لسنة 2013 هنا غير الواقع المنشأة للضريبة.
أصبح حين أكتر من 90% من البائعين للوحدات السكنية، عشان بس إنه نتكلم من المنبر نقول الشخص الطبيعي، لأن حد بيفتكر إن صاحب الكومباوند أو الشركة اللي بتبني كومباوند هي شخص تجاري، ده لا تسري الضريبة على الوحدات السكنية التي تقوم ببيعها الشركات أو الأشخاص الاعتباريين زي ما قلنا في البداية. فمعظم الحالات ديت حالات اللي احنا بنتكلم اللي هي الشخص الطبيعي حالات فردية. فردية يعني واحد بيشتري شقة وبعد 3 سنين عايز يوسع على نفسه إن هو يشتري شقة أكبر، فبيقوم ببيعها ثم يقوم بشراء شقة أخرى. هنا الواقع المتشاهد. لكن عدد الوحدات طبعا الشر مأموري الضرائب الشر العقاري هناك لديها حصر، بتقوم بحصر هذه. هناك ربط إلكتروني بين وزارة العدل وبين مصلحة الضرائب المصرية، فكافة العقود التي يتم إشهارها داخل وزارة العدل بيتم إرسالها بياناتها إلى مصلحة الضرائب المصرية. وأما بالنسبة زي ما قلنا العقود اللي بعد 19/5/2013 لما اتغيرت الواقعة هي واقعة البيع، البيع الابتدائي. فبالتالي كافة الناس علشان تتجنب مقابل التأخير اللي بيحصل طبقا لأحكام المادة، فالكل أول ما بيبيع يروح مسدد الضريبة، يسجل أو ما يسجلش بعد كده المشتري هو سد الضريبة المستحقة على الممول علشان ما يبقاش يتحمل مقابل التأخير. لأن المادة قالت ويتم تحميل مقابل التأخير من الشهر التالي. يبقى إذن لو بعت يوم 1/1 يبقى من 1/2 أحسب مقابل التأخير على الضريبة. يعني بنقول دلوقتي برضو بنقول إن أنا لو بعت وحدة سكنية ب200,000 جنيه ماشي، ضريبة 2.5% في 2.5% فعليها كام؟ 5,000 جنيه. 5,000 جنيه دولت مستحق عليهم مقابل تأخير من يوم 1/2/2022 نسبة بسعر ائتمان وخص معلن من البنك المركزي كوريدور. كل سنة احنا بنطلع كتاب دوري بسعر ائتمان وخص بخلال البيانات اللي بتأتي إلى الإدارة المركزية للفحص من جانب البنك المركزي. كلام منطقي، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. دايما منورنا يا فندم، تنورنا في الاستوديو، تنورنا عبر الهاتف، دائما نستفيد. واشكرك جدا 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 على وجودك معانا وقبولك دعوتنا في هذه الليله البارده قارصه البروده. ربنا يكون في العون حبيبي. اشكرك جدا استاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحه الضرائب. اظن كده المساله فيما هو متعلق بضريبه القيمه المضافه، وايضا فيما هو متعلق بالضريبه بتاعه الصرف العقاري، او من الاخر كده الضريبه اللي حضرتك هتدفعها لما تبيع شقة، حضرتك مش شركة، مش مؤسسة، مش هيئة، إلخ أنت البني آدم العادي يوسف مصطفى الحسين مثلا. يعني خلصت الفقرة لحد كده، لكن لازلنا في برنامج التاسعة بعد الفاصل. شادي العجار ابن أسيوط البار، ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، ودارس هندسة وبيتكلم 5 لغات بس هوايته يلعب طبلة. ريهام نسيم متخرجة من بيزنس بس بتحب الغنى. استنونا بعد الفاصل.